آية وعبرة. قال ربنا تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الجنة موعد عظيم لمن آمن واتقى ووحد الله، والنار أيضا تنتظر المكذب والمنافق والكافر ومن اعتدى على ربه فلم يعبده ويتبع توحيده. فتلك الدار الآخرة أي الجنة نجعلها للذين لا يريدون علوا وافتراء وظلما وبغيا، وأهل التقوى هم أهل الجنة. ومن جاء بالحسنة فله خير منها وهي الجنة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا جزاء وفاقا بنار يعذبون فيها. نسأل الله العافية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.